رأيك إيه المدرسة الأنسب في التدريب لتولي المهمة الفنية؟ في البرتغالية بالنسبة كجودة، في بريرة، في اللي كان بيدرب قبل كده الأهلي مانو البوزيك. شايف يعني إن هيعملوا نتائج إيجابية مع الأهلي أكتر؟ أكيد أكيد، فاهمين الكرة المصرية عامة. المدرسة البرتغالية قريبة للمدرسة المصرية. المدرسة البرتغالية ده طبيعة يعني النادي الأهلي دايما بينجح فيها، وهي المدرسة اللي نجحت في مصر عامة، يعني هي نجحت مع الزمالك. فكرة متوافق مع الأندية. فكرة متوافق، وهو بعدين ولعب الكرة البرتغالية قريب جدا من اللاعب المصري، لأنه هو في مهارات، في دي أقرب مدرسة للكرة المصرية. والله أنا مع محمد يوسف، يعني أنا شايف إن محمد يوسف يكمل. محمد يوسف مدرب عظيم، مدرب كويس وعنده فكر، ومحمد يوسف جاب بطولة أفريقيا مع الأهلي وكان مدير فني، فأنا شايف إن محمد يوسف ياخد الفرصة كاملة لنهاية الموسم وبعد كده نقدر نقيمها. فهو محمد يوسف، وبعدين هنكتسب مدرب مدير فني او كوتش عالي لمنتخب مصر. فمحمد يوسف برضه يعني انا شايفه من الناس اللي هي مش واخده حظها. البرتغاليه طبعا. ليه؟ مهمين بالكره المصريه. وافضل دليل على كلامنا كله مانو البوزي. المدرسه الالمانيه. عشان هي طبعا هجومي وتعتمد على لعبه هجوميه يعني. دفاع افضل.